صباح الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اروح ونجاوبوا على هذا الطلب. اول حاجه نديروها نحدو القمجه تاعنا ولا لافيست ولا اي حاجه اللي راح نقبلها القفل. نجيبو المتره تاعنا ونعينو اماكن الازرار تاعنا ونديروهم بنفس المسافه. من بعدها نروحو للمشينه نبدلو القدم، نجيبو القدم الخاصه بتركيب الازرار. نجيبو هنايا لافيست تاعنا اللي راح نركبو فيها الازرار، نحطو في المكان اللي عيناه، نحكمو القفله بالرجل تاعنا ونبدل. عندنا هنا زوج احتمالات، يا اما نخدمها برقم 4 و2 ولا نخدمها بزيكزاك، والزيكزاك نخيرو على حسب الفتحه تاعنا قد ما راح تجينا. ومعلومه ما نخدموش بالدواسه طول، نجربو صح بيدنا على حسب الفتحه باه نطيحو البره في الاعين تاع الزر في زوج، باه ما تكسرناش البره وما تحصلناش وما يصلنا حتى مشكل. نخيطو ونخلصو نحيوها، نقصو الخيط وهاي النتيجه تاعنا. ان شاء الله نكون قدرت نجاوبك ووصلت لك المعلومه بطريقه صحيحه. بالنسبه للفيديو تاع تركيب الخيط انا حطيته في فيديو سابق.